عاملين ايه يا وقت؟ كانوا بخير وصحه وسعاده وكويسين وكل فيديو وانتم طيبين. برجع تحكم يا جدعان بفيديو جديد يا وقت يعجبكم ان شاء الله. طبعا احنا هنا من منشيه مصر في الغيه، غيه السفير. طبعا يا رجاله الغيه 21 متر، فوقع عليها هتشوفوا حاجات جديده مش معموله غير في الغيه ديت، او يمكن مثلا مش سهره احنا ما شفناهاش في الغيه دي ما شاء الله. فنطلع مع بعضينا نشوف حمامتين، هنشوف الناس، هنشوف الدنيا كلها مع بعضينا دلوقتي. فقبل اي حاجه دوس لايك ودوس اشتراك لو عجبك الفيديو، ويلا بينا. بصوا كده يا رجاله، كده احنا طالعين. بصوا في تحت ما شاء الله قد ايه، ولسه فوق اهو. تمام، طبعا هوريكم حاجه ان شاء الله ما حدش عملها قبل كده، وحاجه خيال يعني ما شاء الله، يعني حاجه جديده اول مره على القناه هنا. طبعا بصوا يا رجاله دي سلكه كده اهي. تمام، تعالوا بقى بصوا بقى دي. بص يا رجاله اهو، دي مضيافه اياك معانا عم وسيم. نورت يا يوسف انت وادي. نورك عم وسيم. طبعا يا رجاله ايه، طبعا بصوا نقف مع الصوره دي شويه. عم كوكا اهو، طبعا مفيش حد اتفرج على فيديوهات حمام على اليوتيوب وما شافش عم كوكا ولا شاف الغيه بتاعته. تمام، ده عم وسيم اخوه. تمام، منورين يا شباب. نور. طبعا يا رجاله الراجل عامل حاجه لمزاجه، حاجه اللهم صل على النبي اهي اهو، وتلفزيون اهو، اودي اهو كمان. طبعا هي الغيه بردك يا رجاله. بص يا رجاله مضيافه، الراجل يعني بيكرم الناس اللي بتجيله فعلا، وعامل مبوله اهي كمان. تمام، وده تكييف اهو يا رجاله. تمام، وده مطبخ اهو ماشي اهي من بعيد. بس فالراجل يعني ما شاء الله يظبط الدنيا لمزاجه. تمام، فنطلع فوق وهنكمل ان شاء الله ونشوف الحمام ونشوف الدنيا ونرجع لكم تاني. بصوا كده يا رجاله طالعين كده الغيه فوق. تعالوا بص الدنيا عامله ازاي. كده دي الحطه الاخيره. تمام يا رجاله، فتحه الطاقه اهي. ماشي يا رجاله، كده احنا هنا في قلب الغايه. ايه البلكونه دي فيها؟ مش بص يا رجاله، ده مش بلكونه. امال ايه؟ دي تعالى بس يا رجاله. هنا المايه اهيك، دي حنفيه بتاعت المايه. تمام، دي بتمساوا بيها وكده. بتمساوا بيها وبننضف. اه يا رجاله، الغية اهيك. دي قاعدة. تمام، دي قاعدة. اه يا رجاله كمان هنا اهيك. بص الدنيا اهي من فوق الغية اهي. تحت اهي. تمام، تعالوا بقى نخش الغايه كده جوه. ماشي يا رجاله، طبعا هنا البلكونه الثانيه اهي. تمام، اه يا رجاله. طبعا بص يا رجاله حوض ميه اهو كمان هنا اهو. طب دلوقتي عايزين نفرج الناس على حمامتين كده حلوين يجوا ينوروا. ايه يا شمس، تعالوا تعالوا بقى يا رجاله كده نبص على حمامتين حلوين. ده حلو ساخده اهو. تمام، ده قبل احمر ده ولا احمر؟ قبل احمر اهو. حلي السنة اخضر. تمام، ده حلس ايه ده، يتقال عليه ده بقى ايه؟ ده الحلس، ده حلس راي. ده حلس راي. اه جتته تحس انها مدالة شربوندو بس ابن شربوندو. تمام، ابله اخضر يا رجاله.
تمام. حلس تاني اهو، انت غاوي الحلس على كده. حب انت حوالي 50 حلس. اللهم صل على النبي ان شاء الله. ريحان اهو يا رجاله، تمام. طبعا يا رجاله اللي بيغوى حمامه حلوه بيغواها لنفسه. ده هو طاطي اهو شابندق. ده ريحاني تاني اهو، ريحاني 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 تاني اهو ما شاء الله. ده بنفسجي يا رجاله، تمام. اللهم صل على النبي. ده كشك ايه؟ طاطي كشك، تمام. ده اخوك؟ ما شاء الله يا رجاله. صاحب انت الحبيب؟ لا ده حبيبي قوي ده، لازم يتشعر فيه. تعال مسميه حاجه؟ لا ده العزيز بتاعي. العزيز ماشي بس اهو. فالقطاطي ده العزيز بتاعي. تمام ربنا يخليك. ده برضه قطاطي اهو تاني. ديك شكه يا رجاله. ها ده اخضر اهو، قبل اخضر قبل اخضر تاني. هو الحمام ده كله سكه واحده؟ لا لا تمام. بنفسجي كل مكان. تمام بنفسجي. ده انجليزي ازرق اهو اخو. ده عادة تمام اخو. تعشى انت الاستراليات؟ انا بحب الاستراليات جامد يعني. تمام. احلى حمامة بغواها الاستراليات. بس طبعا بتربي الكل. بربي الكل. تمام. الغية لازم تربي الكل، غزار وشامي. بس في نوع مثلا بيبقى عز على قلبك شويه؟ الاستراليات. تمام. اعلى حمامه عندي بحبها الاستراليات. بصراحه اجمد حمامه في النش. اصفر رجاله، احمر غزار، احمر غزار، قطاطي بعشره. وده يتقال عليه قطاطي بقشره ولا اسم تاني؟ لا قطاطي بقشره ابيض. تمام. ده احمد الخصار تاني اهو. حلس تاني. ده مسود ده؟ مسود. بدل الاراجا؟ مسود بدل الاراجا. تمام. ده مسود بردك اخويا الرجاله اهو. تحس ان جدته عامله زي العنبري الاصفر بس الوش مسود. قطاطي اهو يا رجاله، تمام. سكروطه. ده قطاطي اهو. ده يتقال عليه ايه؟ ده الصابون. ده صابوني؟ تمام. انا عارف جدته بس ايه عشان الناس اللي ايه لسه ليه. طبعا انت عارف العيالات اللي بيتفرجوا بيبقوا ايه مبتدئين وناس صغيره. تمام. ده استراليونيش اهو. حلس تاني اهو يا رجالة. حلس حلس تاني اهو ما شاء الله. حلس شربون ده يا رجالة. حلس ده استرالي؟ استرالي اهو يا رجاله. استرالي حاجة اهو اخو 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 اخو
شاء الله. تاكوكا فيونكا فيونكا سرور فيونكا. تمام. طب ودي تعيبه؟ لا مش تعيبه. لا تمام. اخوه هو دي سلالتهم كده اصلا؟ سلالتهم. تمام. طب ليه بقى مثلا يعني ليه يعني دي تميزه يعني تخليه حلو في ايه؟ ابن السرولات بيور. تمام. كشك كشك. تمام. تمام ما شاء الله. انا بصراحه انا اول مره اشوف النوع ده الاسترالي بوف ولا ده. يا اخو ما شاء الله. بص يا رجاله استرالي فل ما شاء الله. وجامد في النش طبعا. اه جامدين حديد. الحمام ده بيترمي ما شاء الله. انا بعشق الاسترالي. الاسترالي بصراحه يتعيش حاجه جميله ما شاء الله. الله ما شاء الله. طب عايزين ناخد كده منك كام معلومه. خد يا ادهم. بص يا رجاله هنوقف بس معاكم كده وناخد كام معلومه. ناخد كام يا رساله. طبعا نسال عم وسيم على سؤال محير عن ناس كتير. ايه عم وسيم الافضل في النشا، الزغلول ولا الشب؟ هو المفروض يعني الزغلول ابن الغيب. تمام. هو الافضل في النشا. بتطلعه وتربيه بيبدا يشبب عندك، تبدا تجرده. بيبقى طالع ابن الغيب. الدماغ بات عندك خلاص ملهوش حل، ما بيتضربش. احسن يبقى ابن الغيب. احسن فتره تطلقوا فيها؟ لا في ناس على فترات، في اللي بيحب الصيف يفرق فيه، في اللي بيحب الشتاء. انا افضل أنا لا انا افضل. دي كل غاوي ليه فضل عنده. انا احب افرق في الصيف عشان في الشتاء عشان الزغلول يطلع عندي يطلع اول، يعدي مراحل المرض والتعب والصحه وكل حاجه. طب يا رجاله ده كده كان فيديو مبسط من جنينة السفير. تمام. فأردت يكون عجبكم وإن شاء الله انتظروا المزيد. فكان معكم يوسف سبحي. كنتم منورين يا يوسف انت وأدهم حبيبي.